السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. وانتم كتشوفوا الفيديو ديال اليوم. اليوم جيت نشارك معكم مسمن ميلفي في الفران. الا كان ما كينجحش معاك المسمن في الفران، خصوصا هذا النوع هذا ما تيجيكش لذيذ، غادي نعطيك واحد الكريمه لذيذه بزاف بدون بيض، سهله واقتصاديه وكتجي من اروع ما يكون. وغادي نعطيكم جميع الاسرار باش تنجح معاك هذه المسمنه وتجيك مرقه وتجيك تجيك على شكل طبقات، ما تجيش مدقصه ومعجنه. فرجه ممتعه. غادي نبداو اول حاجه في العجينه. غادي ناخذ 6 ديال الكيسان ديال الدقيق قياس كاس العنبه، الكاس الاول نزيدو الكاس الثاني، دابا غادي نزيدو الكاس الثالث، هكا غادي نبقى حتى نكمل 6 ديال الكيسان. دابا غادي نزيدو الكاس السادس، القياس كاس العنبه كيف قلت لكم، نديرو 6 ديال الكيسان عامرين. غادي نزيدو عليهم معلقة كبيرة ديال السكر سنيدة، نزيدو واحد الساشي ديال السكر فاني. غادي نسمو العجينة ديالنا بالفاني، ممكن تنسموها بالقشور ديال الحامض او لا قشور ديال البرتقال. غادي نزيدو واحد شوية ديال الملحة. دابا غادي نعجنوها بالماء، عندي الماء من الروبيني، يعني الماء عادي ما سخون ما والو. غادي نبقى نزيد في الماء وكنخلط، ما تجريوش العجينة، كتبقاو تضيفوا الماء وتخلطوا حتى كتجمع، عاد كتدلكوا واحد الشويه ماشي بزاف حيت غادي نخليوها ترتاح. هاد الكاس هذا نبقى نزيد فيه شويه بشويه، مكترش، المهم حتى تجمع ليا. هذا عندي كاس كبير كيف كتشوفوا عامر. دابا ملي تجمعت ليا العجينه باقي ما دلكتهاش، غادي نبقى ندي ونجيب فيها بحال هكا. من الاحسن كاع ديروها فوق سطح العمل، يعني فوق البوطاجي، باش كتسهل عليكم انكم تدلكوها واحد شويه. ما غاديش ندلكوها بزاف، غير بشويه. هذا الكاس هذا درتو كامل ديال الماء، يعني ما زدتش عليه شي حاجه اخرى حيت كبير. الا درتو كاس صغير تقدروا تحتاج لكم حتى لواحد جوج كيسان ديال العنبه تقريبا. المهم غادي نديو نجيب فيها، كنحس بان داك الدقيق مزيان، يعني تخلط مزيان، ما بقاش عندي الكويرات ديال الطحين ديال السكر والملحه. صافي، وغادي نديروها في واحد البلاستيك غذائي، هي السر ديالها خصها ترتاح مزيان هاد العجينه هادي. بحال هكا صوبوها الصباح وخليوها حتى العشيه وكملوا التحضير ديالها، ولا تقدروا تصوبوها بالليل والصباح الغد ليه تكملوا التحضير ديالها، يعني واخا تبات في الثلاجه ما كيطرى لها حتى حاجه حيت ما فيهاش الخميره. كيف شفتوا هنايا العجينه كنبقى ندي ونجيب فيها غير بالكف ديال يديا، يعني ما متنعجنها ما والو. بالنسبه للماء داك الكاس راه بقى عندي واحد الشويه فيه، يعني ما درتوش كامل، بقات عندي واحد الشويه باش المهم باش ما نجريوش العجينه، خاصها تبقى هكا شاده راسها ورطبه مني دلكناها بالكف ديال يدينا، ولا ترطبه بهذا الشكل هذا. كملي كنبسطها في يديا كنحس بها هكا ما كتقطعش. صافي، في هذه المرحله دابا غادي ناخذ شويه ديال الزيت، هي شويه هذا الزيت هذا غير باش ما تلصقش ليا في الميكا والبلاستيك اللي غادي نحطها فيه. كنجيب السلوفان اولا بلاستيكه عاديه وكنغلفها، وغادي نخليها ترتاح بلي ما وجدت الكريمه. وفي نفس الوقت الا كان عندكم هكايات على تيسع وجدوها بالليل وخليوها حتى الغد ليه في الثلاجه، تجيكم العمليه سهله. هاد الميكه هادي غتخليها تعاود ترخف بحال الا كنا كنعجنو فيها مزيان، واخا حنا راه ما دلكناهاش شي مده طويله. غادي ناخذو نص سيترو ديال الحليب باش نوجدو الكريمه، ما يعادل 500 مليلتر. غادي نزيدو 3 المعالق كبار ديال النشا اولا كريم باتيسير بودره اللي كان عندكم ديروه. انا ما عنديش الكريم باتيسير، درت غير النشا هي اللي متوفره عندي. كنديرو 3 المعالق هاد القياس هذا. غادي نزيدو 3 المعالق ديال السكر سنيدة بقياس بنفس المعلقة اللي خدينا بها القياس ديال النشا ولا الكريم باتيسير اللي درتو.
نديرو 3 المعالق كبار عامري. وباش نسمو هاد الكريمه غادي نزيدو واحد الساشي ديال الفاني 7.5 غرام. تقدروا تزيدوا القشور ديال الحامض، غير حكم في ديك الحكاكه اللي كتكون رقيقه بزاف بزاف، ولا ديروا القشور ديال البرتقال، ولكن انا كنفضل ندير غير بالفاني، كتعجبني بالفاني. صافي، هادو هما المكونات اللي غادي نديرو، وكاين واحد المعلقه ديال الزبده ما غاديش نديرها دابا، وغادي نزيدو واحد المعلقه ديال الزبده. هنا استعملت الزبده ديال البواطه، تقدروا الا كانت عندكم ديال العبار ديروها، غادي يكون احسن باش كتنسم لينا هاد الكريمه ديالنا. صافي، غادي نطربو هادشي كامل كيف كتشوفوا معايا بالطراب اليدوي خارج النار. ديك النشا كلها لصقات ليا لتحت، كنحاول معها غير بشويه حتى كتندمج مزيان مع الحليب، عاد غادي نحطها فوق البوطه. ما نجيوش نحطوها فوق البوطه قبل ما نحركوها مزيان ونحسوا بانها ما بقاتش لاصقه في الكاسرونه. صافي، دابا كنحس بانها انسجمات مع الحليب، غادي نحطها فوق البوطه. واحد القضيه مهمه هو انني تحطوا هذه الكريم باتيسير فوق البوطه، ما تحطوهاش فوق البوطه وتخليوها فوق نار مجهده وتخليوها يعني من نهار راسها غادي تعقد، لا نحطوها يعني فوق البوطه وكنبقاو بحال هكا كيف كتشوفوا معايا مع التحريك المستمر والنار متوسطه حتى كتبان لينا الحليب سخان شويه كيبدا يغلي وشويه كتبدا تعقد، عاد كنطفيو عليها البوطه. هكا كنضمنوا ان كنحصلوا على واحد الكريمه ناجحه ما كيجيش فيها الكويرات، ما كتجيش معجنه وما كتحرقش لينا، حيت كتبغي اننا نبقاو واقفين عليها حتى طيب. الا خليناها هكاك غادي تحرق وغادي نواجهوا بزاف المشاكل، غادي تخسر لينا ما نلقاو من نصلحوا، داكشي علاش بقى وحدها مع التحريك حتى كتعقد. هاد الكريمه بلا بيض، ما يعني ما كنديروش فيها البيض كيف شفتوا معايا، ما درتش فيها البيض. هذا هو القوام ديالها بعد ما حيدتها من فوق البوطه، صافي كتعقد بحال هكا، كنطفيو عليها. مازال غادي تزيد تعقد وتشد راسها. حنا حضرنا دابا باش تبرد لينا مزيان اللي ما سالينا العجينه ديالنا. بعد ما وجدت لي الكريمه كنبقى نحرك فيها فوق النار حتى كتعقد بهذا الشكل هذا. كيف شفتوا معايا الكريمه ديالي ما درتش فيها البيض، يعني هذه الكريمه بدون بيض، واللون ديالها جا ابيض بحال هكا لان صوبتها بالنشا. الا حضرتوها بالكريم باتيسير كتجي واحد شويه كتجي صفراء، فبما انني درتها بالكريم باتيسير فجا اللون ديالها ابيض بحال هكا. المذاق ديالها لذيذ، دقتها بغيتو يجيكم اللون ديالها بحال الكريم باتيسير يعني كتجي صفراء، فما عليكم غير تزيدوا فيها هذه الاضافه اللي غادي نزيد دابا. فبالنسبه لي انا غادي نزيد واحد شويه من الخرقوم البلدي، هذا الخرقوم البلدي اللي كيكون مطحون على اليد، يعني ماشي الملون لا، اللي كيكون مطحون على اليد. هذا الخرقوم البلدي كيف كتعرفوا راه ما فيه حتى شي مذاق، يعني المذاق ديالو محايد، تقدروا تزيدوه في الكريمات ديالكم تلونوا به الكريمات كيبقى طبيعي وما كيعطيش هذاك اللوغو ديالو نهائيا. كنديروا غير واحد شويه يعني واحد راس معلقه، ما تكثروش بزاف. دابا غادي نخويها في واحد السوبيره باش تبرد ليا حيده من هذه الكاسرونه. هذه حنا غرضنا بها تكون بارده، ممكنش نديروها في عجينه بارده وهي سخونه. غادي نحطها بواحد السلوفان ونخليها تبرد في الثلاجه اولا غير على برا. الناس غادي نشارك معكم اين زبده غادي ندير في التوريق. كيف شفتوا معايا عندي هنايا الزبده ديال البواطه مع الزبده ديال التوريق، هذه اللي معروفه. المهم تندير واحد جوج معالق كبار من هذه ديال البواطه، وكنزيد عليها واحد 50 غرام تقريبا ولا 100 غرام ما عرفتش، المهم عينكم ميزانكم، ديال هذيك الزبده الاخرى. درت كلشي هنايا في كاسرونه، غادي نحطو فوق النار وغادي ندوب. هذه باش غادي نورق العجينه ديالي، كتعطيني واحد النسبه ديال التوريق ممتازه جدا، يعني ضروري الا بغيتوا تحصلوا على ديك النتيجه اللي بغيتوا تخلطوا ما بين، دائما تخلطوا ما بين هاد ديال البواطه وهذه ديال التوريق. هنايا ملي كترتاح العجينه غادي نحلو عليها، حيدوها من البلاستيك. كي شفتوا معايا كتزيد ترطب، كتولي رطبه بزاف حلك كنا كندلكو فيها. ناخذ بحال هكا كندهنوا يدينا عاوتاني بشويه ديال الزيت، كناخذ واحد التوصيل فاش غادي نحطوا الكرات ديال العجين، غادي نقسموها 6 ديال الكويرات.
كيف تشوفوا معايا كنديروا لهم بحال هكا، بحال الطريقه بحال غنصوبوا المسمن نقطعوا هكا كويرات، كنحاولوا نجيبهم متساويين حتى الا بانت لينا وحده اكبر من الاخرى غادي نقصوا منها ونزيدوا في دي صغيره بحال هذه. دابا كبيره كنزيدوا في هادو، كتحسوا بالمسكه عفوا كتحسوا بالعجينه كتجبد بحال المسكه، هي خاصها تكون بحال هكذا باش منين بغي نسرحو باش تقطع لينا. دابا غادي نحاول نحضرها على شكل هكايا نلول بها باش تجيني كويره مقاده صافي، وكنحطوها في داك الطبسيل اللي دهناه بالزيت. ديما كندهن يدينا شي بالزيت في حاله ان العجينه بدات كتلصق صافي، غادي نستمر بحال هكا. وعاوتاني هاد المره راه غادي المره الثانيه غادي نخليها ترتاح لان العجينه ما يمكنش نجي ونبدا نطلق فيها وهي ما عطاتنيش الطول. بعد ما درتهم في هكا على شكل كويرات درتهم في الطبسيل ولا الصينيه وكنخليهم غير يرتاحوا عاوتاني مره اخرى، نغطيهم باش العجينه ما ديرش القشره. غادي نخليها غادي نخليهم غير واحد الخمسة دقائق عشرة دقائق باش العجينة تعطيني الطعم اللي نبدا نسرح فيها. غادي نبداو نورقو العجينة ديالنا، ناخدو الكويرة الأولى غادي نحطوها، غادي ندهنو سطح العمل بالزيت، كنستعملو غير الزيت في الأول، وغادي نورقوها غير بالأطراف ديال الأصابع، ندهنو سطح العمل مزيان بهاديك الزيت وغادي نورقوها مزيان مزيان حتى غادي تولي شفافه. هنا باش كنبداو نورقو فيها كنبقاو نقلبو فيها بحال هكا باش كيدخل ليها الهواء، كيتساعدنا باش انها تورق بسرعه، ما كنبقاوش نورقوها على جهه وحده يعني كنبقاو مخلينها هكا نبقاو نورقو فيها باش ما تقطعش. مره مره كنقلبو فيها بحال هكا وكنحاولوا نورقو جميع الاتجاهات. هني بعد ما ورقتها مزيان مزيان حتى كتولي شفافه يعني ورقوا العجينه ديالكم مزيان، كنجيبوا ديك الزبده اللي ذوبنا وكندهنوا بها الوجه ديالها، كنورقوا بالزيت وكندهنوا بالزبده على هذا الشكل. هذا ملي دهنتها مزيان غادي نطويها دابا الطريقه العاديه كيف كنطوي المسمن، دائما ما بين كل طويه وطويه كندير شويه ديال الزبده. غادي نطوي على شكل مربع بهاد الطريقه هادي، عاوتاني غادي نزيد شويه ديال الزبده وغادي نطويوها بالطريقه العاديه كما كنديروا المسمن، كنحصلوا على مربع بهاد الشكل هذا، غادي نحطوه على جنب. ثاني عاوتاني غادي نرش الزيت في سطح العمل وغادي نجيب الكويره الثانيه غادي نورقها، ودائما كنبقى نقلب فيها وانا كنورق هكا ضروري حتى كنسالي حتى كنحس بها شفافه العجينه. العجينه باش تورق لكم دغيا خاصها ترتاح مزيان ما تحت كتعطينا الطوع وكت يعني كنسرحوها وكتورق بلا ما تقطع لينا. ورقتها مره اخرى كيف شفتوا معايا حتى كتولي هكا شفافه
كدير دوك الفقاعات، هذا دليل على ان العجينه ناجحه. كنعاودو عاوتاني نرشوها بالزبده، كناخدو هاد الكميه ديال الزبده وكنرشوها مزيان. صافي، بعد ما ندير ديك الزبده كنجيب هذيك المسمنه الاولى اللي صوبت، ديك الجهه اللي كتكون طوينه عليها المسمنه هي هذه، كنخليوها هي التحتانيه. كنجيبو هذيك المسمنه اللي صوبنا في الاول، كنحطوها على الجهه اللي طويناها عليها في الاول، هذيك الجهه اللي فيها التنيه ديال العجينه هي اللي كنحطو لتحت. و دابا غادي ناخدو اطراف ديال الدائره كنردوهم فوق من العجينه، كنبقاو هكا يندهنو بالزبده. كنحاولو نديرو واحد المربع اللي كيكون متساوي هكا، كندهنو عاوتاني بالزبده كل طويه بهاد الشكل هذا. صافي، غادي نهزو عاوتاني وغادي نحطوها على جنب. غادي ناخدو دابا العجينه الثالثه، غادي عاوتاني ندهنو الزيت وغادي نسرحوها بنفس الطريقه. بعد ما سرحت الكويره الثالثه حتى هي غادي ندهنها واحد الكميه من الزبده كيف كتشوفوا معايا، غادي ندهنها مزيان مزيان. دائما كنحاولوا نورقوا العجينه ديالنا. وغادي نجيبوا دوك جوج مسمنات اللي صوبنا في الاول، ديما ديك الجهه اللي كنكونوا طوين عليها العجينه هي اللي كنديروا من التحت، وغادي نردوا عليها العجينه ديالنا. بالنسبه لديك الكميه ديال الزبده اللي عطيتكم في الاول، لا تقدر تكفيكم تقدر ما تكفيكمش، الا ما كفاتكمش كتعاودوا تذوبوا شويه ديال الزبده وتكملوا باقي العجين. صافي، غادي نعاود ندير واحد هكا يدهنا ديال الزبده. هاد الزبده الا غتخليها تجي مورقه من بعد تجي على شكل طبقات بحال عجينه مورقه. صافي، وغادي نغرقوها. دابا صافي سالينا، غادي كنديرو وحده وسط وحده، ثلاثه ديال الكويرات وحده وسط وحده. دابا هادي سالسه غادي نحطها، غادي نمشي نحطها على جنب ونغطيها، وغادي نمشي نلوك ثلاثه الكويرات اللي بقاو عندي، غندير لهم نفس الطريقه اللي درت لهادو. بعد ما كنسالي غادي ناخذ المسمنه الاولى اللي صوبتها هي اللي كنبداو بها، كتكون ترخفت. على فكره انا خليتهم في الثلاجه باتوا ليله كامله، الغد اللي عاد غادي نكمل التحضير ديالها. غادي ناخذ دابا هذه المسمنه الاولى، راه بارده مزيان، غادي نبسطها، غادي نحطها على جنب، غادي نورقها بيديا مزيان، غادي نسرحها مزيان مزيان، كتولي عندي على شكل دائره. غادي نحاول نعطيها شكل اخر باش نديرها في السينيه ديال الفرن، انا غادي نوريكم كيفاش. مع دابا كنت دايرها في الثلاجه، بيتها في الثلاجه فجمدات ليا ديك الزبده، لقيت شويه الصعوبه باش انني نسرحها، ولكن غادي نبقى معها شويه بشويه مع الحراره ديال المطبخ والحراره ديال يديا حتى غادي يذوب هذيك الزبده وغادي نسرحها كامل. كيشتو معايا بعد ما سرحتها، دابا غادي نهزها ونحطها في السينيه ديال الفرن بهذه الطريقه. هذه ساهله، كنكون موجده السينيه اللي غادي نطيبها فيها، مدهونه بشويه ديال الزيت وكنحطها بهذا الشكل. غادي نحاول نعاود عاوتاني نقادها مزيان، نعطيها الشكل ديال السينيه. مديروش في شي سينيه القياس ديالها صغير، يعني كيف شفتو معايا هادي راه كبيره شي شويه، كيجي السمك ديالها متوسط، ما كتجيش رقيقه بزاف وما كتجيش غليظه. بهاد الطريقه غادي نحاول انني نعطيها الشكل دائري. صافي، انا بعد ما قديتها في السينيه غادي نخليها على جنب، وغادي ندوز باش نجبد الكريمه اللي وجدت البارح حتى هي درتها في الثلاجه، كتكون حتى هي بردت مزيان. هنايا بالنسبه للكريمه، بعد ما خليتها باتت ليله كامله في الثلاجه، المهم ماشي بالضروره تخليوها تبات ليله كامله في الثلاجه. هنايا بالنسبه للكريمه كتكون هكايا عقادت، فما عليكم غير انكم تطربوها باش ترجع كريميه. Thank you.
بعد ما طربت الكريمه رجعت كريميه بهذا الشكل هذا صافي. غادي نديرو الكريمه ديالنا فوق العجينه. غادي نحاول انني ندهن هذه الكريمه فوق من العجين، ما غاديش ندهن حتى نجيبها للجناب ديال العجينه. هنايا غادي نحاول انني نخلي واحد البلاصه فين مازال غادي ندير العجينه الثانيه باش الكريمه ما تخرجش ليا من الجناب. غنحاول هكايا نديرها بالتساوي. غادي نحطها على جنب وغادي نجيب العجينه او المسمنه الثانيه باش نسرعها بنفس الطريقه. غادي نسرحها بنفس الطريقه كيما سرحت الاولى. دابا راها ترخفات شويه، ما بقاتش بحال الاول، كانت بارده جامده الزبده مزيان، جاتني شويه صعيبه باش نسرحها. دابا راها ترخفات، يعني ديك الزبده بدات كتاخد درجه حراره المطبخ. صافي هنا بعد ما سرحتها غادي نهزها كيف كتشوفوا، وكنجيبها كنغطي بها العجينه ديالي كيف شفتوا معايا، وكنحاول نقادها مزيان بحال هكا. دابا ديك هكا غادي ناخذ العجينه ديالو غادي بحال كنلمط، غنديرها تحت من العجينه الاولى وكنصبها بهذا الشكل هذا. الان غادي نجبد العجينه ديالي، كنجبدو هكا كندخلوها تحت من العجينه الاولى بحال كنلمطوها بهذا الشكل هذا، شفتوا معايا. غادي نبقى غدا معاها كامله. تنحصلو على واحد الدائره مفينيه كتكون تكونه مسدوده مزيان. غادي نقرصها شويه باش نعطي هذاك الشكل الدائري يكون مقاد كيف كتشوفوا بحال هكا. المهم كتحاولوا تقادوها مزيان بحال شي بسيطه. بعد ما قديتها مزيان غادي نخوي عليها داكشي اللي بقى عندي ديال الزبده المذابه باش ورقت العجينه في الاول، وغادي ندهن ليها الوجه ديالها كامل بهذه الزبده هذه من الفوق. كنجيب واحد السكين يكون ماضي وكنقطعوها، غادي نقطع في الاول من الوسط، غادي نقطعوها دابا قبل ما تطيب، لان ملي كطيب كتجي مقرمشه تخسر لينا في التقطاع ديالها. كنحاول نقطعو حتى كنوصلو للسينيه لتحت. نقطعها تاني على زوج، وكنقطعوها تاني كل مثلث على زوج وحنا غاديين. بهذا الشكل هذا غادي نقطعوها كامله على شكل مثلثات. المهم بالنسبه للسير ديال هاد المورقه باش تنجح ليكم، السير ديالها هو الفران، خاصها تطيب في الفران سخون مزيان مزيان على اعلى درجه. ملي كندخلوها كنخليوها في الاول ديك 5 دقائق الاولى كنخليو الفران الجهه التحتانيه كتكون مجهده النار. ملي كدوز ديك 5 دقائق الاولى كنقصوا لتحت وكنقصوا الفوق، كنخليهم ناقصين على نار مهيله جدا جدا، يعني على اقل درجه عندكم في الفران، حتى كطيب وكتنتفخ يعني كتنفخ وكتورق وكتعطينا طبقات وكتجينا مقرمشه وكطيب مزيان ما تجيكمش معجنه.
من غير الطريقه ديال التوريق، يعني الا تبعتوا دوك المراحل كاملين كتجيو حتى للطياب. الا ما تقنتوش غادي ما غاديش تنجح لكم، غادي تكون معجنه ولا مدقسه ولا ما غاديش تطيب لكم كاع، غتبقى هكاك خضره. غيتسحب لكم المشكل من الوصفه، ولكن المشكل هو من الفران. خاصكم تضبطوا الطريقه ديال الطهي ديالها، والعجينه تكون رقيقه، ما تخليوهاش غليظه نهائيا. يعني انا راني استعملت هنا صينيه كبيره ماشي صينيه صغيره، داكم ديروها في شي مول صغير ولا شي صينيه صغيره راه تجيكم معجنه، ما غاديش تلقى فين طيب وفين تورق. خاصها تجي رقيقه، وفي نفس الوقت الفران كما قلت لكم ملي كتدخلوها طيب فيه كتكون درجة الحرارة ديالو يعني حتى 200 حتى 300، يعني اعلى درجة عندكم في الفران. ملي كتدخلوها 5 دقائق الاولى كيكون الفران سخون مزيان، غير كتحسوا بها دازت 5 دقائق كتنقصوا عليها النار مزيان مزيان، كتكون ناشعه على من الفوق ولتحت حتى كطيب على خاطرها. ديك الساعه غادي تبان لكم ملي غادي تطلعوا عليها، ملي غدوز واحد نص ساعه كتاخذ حتى ساعه ونص تقريبا. ملي غادي تدوز واحد نص ساعه غتطلعوا عليها غادي تبان لكم بدا كيبان داك التوريق، وبدات كتنفخ، وبدا بدا كيبان فيها داك التورق اللي درنا ليها في الاول. صافي ليا ملي كطيب كنخرجها كنخليها حتى كتحمر مزيان وكتقرمش كلها كتورق، كندهنها بشوي ديال العسل اولا المربى وكنرشها بشوي ديال الكاوكاو مهرمش. وكان صافي كنخليوها تبرد واحد شويه حيت هذيك الكريمه كتكون سخونه كتكون جاريه. ملي كتبرد واحد شويه كتدفى عاد كنقطعوها، راه كتجي ممتازه بزاف، لذيذه لذيذه و كتجي مقرمشه وزوينه بلا خميره. واخا العجينه ما فيهاش الخميره راه كتنجح وكتصدق، غير خصكم تضبطوا الطريقه ديال الطياب ديالها هي اللي هذا هو الشكل النهائي ديالها. شوفوا معايا كيفاش كتجي مرقه بحال الملفي تماما، بسم الله ملفي بالكريمه، كتجي لذيذه بزاف مقرمشه. سمعوا القرمشه كلها كتجي مقرمشه وزوينه، كتجي على شكل طبقات. هنا غادي نقطع لكم باش نوريكم من الداخل ديالها. خصها تبرد مزيان، كتقدم بارده لان مازال سخونه وديك الكريمه باقي ما شداتش راسها. كتجينا ساهله في التقطيع